نظام الشوجر فري او الشوجر فري دايت ما بيعني انه نحن بس نكون عم نشيل السكر الابيض او السكر الاسمر من غذائنا، بل يعني اي مصدر مخفي للسكر كمان ما يكون موجود. المصادر المخفيه ممكن تكون على شكل العصائر، على شكل الحلويات اللي بنشتريها من برا، السكاكر الى اخره. من أهم مميزات نظام الشوجر فري إنه بيساعدنا على تخفيف الوزن، بيحمي الجسم من التعرض للإصابة بأمراض مثل السكري أو مشاكل مع الكلى، بيساعد على تخفيف الدهون في الجسد لأنه السكر لما يتراكم مع الوقت بيتحول لدهون، فبالتالي الشوجر فري بيساعد على تخفيف الدهون، بيساعدنا نحافظ على نضارة البشرة والتقليل من البثور والحبوب اللي ممكن ننصاب فيها، بيساعد أكيد الحفاظ على سلامة الأسنان. كما انه الشوجر فري لما نكون نحن متبعينه بنقلل احتماليه اصابتنا بالانفلاميشن او الالتهابات، فبالتالي بنقلل احتماليه اصابتنا بجميع الامراض. نظام الشوجر فري ما في له اي اضرار نهائيا على سلامتنا اذا اتبعناها، بالعكس منافعه اكثر من الاضرار. أي عناصر بالتحديد ممكن نحن نفتقدها إذا اتبعنا نظام الشوجر فري؟ لأن الشوجر كمكون هو عنصر غير أساسي ونحن غير بحاجة له بشكل مضاف بيومنا، شرط أنه يكون أكيد غذائنا كامل متكامل، كل وجباتنا دائما صحية. وبحب أذكر أنه نحن هون عم نحكي عن الشوجر كبيور شوجر، ما عم نحكي عن نظام الكربوهيدرات، لأنه الكربوهيدرات كمان بالجسم بيتحول لمصدر من مصادر الشوجر، وهذا المصدر يلي النشويات أو الكربوهيدرات بتتحول له مصدر أساسي وعنصر كتير مهم.